نخش على اللي بعده. عندنا جمبري بتر فلاي، يعني الفراشة بالزبدة أو الجمبري المشوي بالزبدة. مقاديره على الشاشة، جمبري متنضف بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، الروس أنا حاططها لوحديها، وعندنا الجمبري طبعا بالشكل ده كده أهو، شايفين الجو ده كده، ومعانا توب، ومعانا زبدة، ومعانا ملح وفلفل، ومعلقة مستردة، وخلص الكلام. تاني أقول المقادير: جمبري، وتفتحي الظهريه بتاعته وتشيلي عرق الرمله كويس وتغسليه بميه ساقعه، الجمبري ما يتغسلش بميه سخنه، ونصيحه مني الجمبري ما يتغسلش بعد ما نفتح ظهره خالص، بتشيلي عرق الرمله كده بس وخلاص، ويكون عندك بالشكل ده كده. ومعانا الرز بتاعت الجمبري على جنب، ومعانا كريمه لباني، ومعانا زبده، ومعانا توم وملح وفلفل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بعمل حمام الزبده اللي معانا ده كده، حل على النار بالشكل ده كده، حمام بخار للزبدة اهو، مش عايز احطها على النار بالشكل ده كده، والطاسة اللي معايا دي كده بعمل التومة بتاعتي وانا شغال معلية زيت صغيرة، مش هحط التومة نية، لو حطيت التومة نية في البتر فلاي هشم ريحتها وانا باكله، مش هتبقى لطيفة خالص، خلي بالك. عشان كده شوفوا اللي انا بعمله دلوقتي، معلية زيت صغيرة خالص، معانا فص توم محترم، ونسيبهم على النار كده. ما تستنيش عليها لما بتحمر، انت مش بتعملي فته، مش بتعملي طشه ملوخيه ولا طشه فته بالخل، عينك عليها كده، شوحيها كويس وهي بتتشوح. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي واحنا مع بعض اهو، عيني عليها، مش هسيبها غير لما احطها في المكان بتاعها المناسب اللي هي على الزبده اللي بتسيح قدامي اللي موجوده هنا اهو. حمام ميه بحط فيه الكاسرولة بتاعتي، وبنزل بالزبده دي كده، مكعبات من الزبده بتسيح كانك بتسيحي شوكولاته اهو. حلو، هو الجمبري ده غني بالزبده وروحه الزبده، بحط على الزبده دي اشيف بوغازي معلقه مستارده لطيفه، على فكره جربيها بتفكرني بطعم المرتة بتاعت امي، الف رحمه عليها وعلى الف رحمه على كل امهاتنا. زبده ومستارده بتديكي حاجه قريبه للمرتة دي، المدرسه. ونقلب دول مع بعض اهو، التومه جاهزه، التومه جاهزه، عيني عليها التشويحه دي مهمه جدا. ارجع لصديقتي صديقه شويه شوربه هم دول يا ويلي يا ويلي مايسترو زي ما هم كده على فين؟ على الزبده حلو. اوعي تحط التوم ني، خلي بالك هيزفر لك السمك كده. الزبده جاهزه معانا بقدونس مفروم ناعم بالسكينه زي الفل. التركايه بتاعت المغازي بقى ايه هي؟ لما ناخد الصلصه دي ونحطها على وش الجمبري، عايزين حاجه تثبتها وتديها شخصيه، نعمل ايه؟ التركايه دي والتفاصيل عندنا وبس. بناخد صفار بيضه، اللهم صل على النبي، صفار بيضه بشيله كده بالراحه معايا كده زي الفل، وباخده بنزل بيه على الزبده الله عليك، الله عليك وعلى والديك، بهاراتك ملح وفلفل لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك، ملح فلفل وملح دول اساسي، ما تحطش بقى زعتر ولا تحط اي توابل تانية، انا عايز الزبده والتوب هما البطل هنا. كل اللي انا احطه هنا عصره ليمون صغيره باي خلاص. تعالوا نشوفوا نكملوا مع بعض ازاي. معايا الجمبري زي الفل اهوت، لسه ما خلصتش اهو، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده، باخد الصوص بتاع اللطيف ده كده اهو، ادوبه كده، واجيب المغرفه اللطيفه دي كده، وتعالوا نشوفوا الجمبري البطل فراي بيتعمل ازاي حبايب المصورين اساتذتي التفاصيل على شاشه القناه الاولى مطبخنا ايه الحلاوه دي؟ دوا الجمبري ني هنا، وجود صفار بيضه مع الخليط اللي انا عملته ده كده بيخلي للجمبريه دي شخصيه، مع الصوص اللي انا عامله ده كده اللي هو الليمون
مع المستردة مع الزبدة بالشكل ده كده اهو زي الفل. على فين يا عم الشيف؟ على فين يا عم الشيف؟ في درجة حرارة الفرن تكون قوية جدا. خلي بالك حذاري واكتبيها على باب التلاجة ولا باب الفرن. تحط جمبري في فرن بارد هتاكلي في الآخر سفنجة ما فيهاش أي طعم. لازم نار شديدة زي ما أنا عملت دلوقتي في قلب الفرن ده مش عايز غير 5 دقايق لا من جول السعيد يسعد. نبص بالمرة كده على سمكات الأرز في الفرن بتتكلم إيه؟ بتتكلم مصر. ممكن تعملها بالطماطم، ممكن تعمليها بالكريمة. نقفل الفرن؟ يلا. إيه الأخبار؟ ده مش عايز غير 10 دقايق استوى. بص عليه كده وصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. عندي الصوص بتاعي جاهز اهو زي الفل. بجيب السوسيره الحلوه دي كده. ايه الدلع ده؟ اصرف تلاقي. وناخد الصوص الحلو ده كده. ايه الجمال ده؟ بس ونقدمه جنب، اللي عايز يزود هيزود. نغمس كده وناخد الجمبريايه نشيلها بديلها ونحطها في قلب الصوص ده كده وبألف هنا وشفا. وخلص الجمبري البتر فلاي. نعمل تركية حلوة هتعجبكم برضو. معانا وقت، جود يا عم الشيف. طول ما معاك وقت احنا بندي شغل حلو. الباتم اللي احنا عملناها دي كده وشوحناها نجرنش بيها الطبق بتاعنا بتاع الجمبري بتاع البتر فلاي بالشكل ده كده حلو. الموضوع هنا بيفرق بقى. هي دي التفاصيل. هو ده هو ده. حاجات صغيرة بس بتفرق وبتنقلنا لمكان تاني خالص. عارف ايه هو بقى؟ لما بقول المطبخ او مطبخك يا سيدتي مفتاح السعادة الزوجية والعائلية مش من فراغ. انت لازم تحط في اعتقادك انك انت من المطبخ تقدر تحل مشاكلك العائلية كلها. جوزك رجع لك عاملة تركاية عاملة لمسة حلوة، التلج بيدوب وكل حاجة بتخلص.